الاتحاد المونستيري ومستقبل المرسى، اللقاء السابع بين الفريقين في سباق الكاس، والمرة الثانية يتفوق الاتحاد المونستيري على مستقبل المرسى في المسابقة. المباراة مع رمزي القلعي، ربيع البوغانمي وعبد اللطيف معتو. رهان كبير في ملعب مصفى بن جنات بالمونستير، ودور 16 وضع في الميزان زوج فرق من الرابطة المحترفة الأولى، وهما الاتحاد المونستيري وضيف مستقبل المرسى، من أجل هدف واحد، اقتلاع ورقة العبور والترشح للدور الثمن النهائي. أنا فيها بون بريم للجوهرات، حشنا بالماتش، إن شاء الله اليوم ننتصره. بالعكس معنا باركور السنة الماتش اكسبسيونيل، معنا تقريب إذا كان ترشحنا إن شاء الله في جمعتين خلال شهر جوان يتحسم الكوب. المباراة حضرناها كما يلزم حول الله، الأولاد كلهم حافظين، كلهم حاضرين المباراة. إن شاء الله نقوموا بالمباراة اللي يلزمها تصير في ماتش كوب، سافيدير ما ثماش حسابات، ثم المجهود هو اللي يخلص في آخر المباراة إن شاء الله. ملف سليمان المحجبي وكذلك سفيان موسى، أصبح الشغل الشاغل لهيئة القنوية. قدرة ربي باش نلقاو حل مع سليم إن شاء الله، ما هذا أكيد. باهي، وسفيان موسى وضعية القانونية للجمهور المرسي حبيع. لا، سفيان موسى بالنسبة له ينتهي العقد نتاعو 30/6/2014، لكن ان شاء الله نلقاو حل معاه، هو ولدنا ومع النجم الرياضي الساحلي ان شاء الله. اي هو صح بري كونترا مع النجم ولا لا؟ حسب عليك، بخاطر اخر الاخبار تقولوا انه صحح، وحتى المونتون معروف. ما يسالش حتى كان صح، فما اتفاقيه مع النجم الرياضي الساحلي باش ترضي الاطراف الكل ان شاء الله. يعني باش تتفقوا معاهم ويسلفوكم لعبيه ان شاء الله. للتسليف ليه ان شاء الله نلقاو حل، احنا باقي نلقاو مع النجم الرياضي الساحلي باقي حلول ان شاء الله. باهي، السؤال الثاني، سليم المحجبي وقضيه الريزيرف والاثاره اللي عملتها نادي فاقسي، تم تاجيل الملف البارح من طرف الرابطه لوجود ادله او ربما وثائق جديد. هو بالنسبه كما قلنا العديد، صرحنا العديد من المرات، بالنسبه لنا احنا موضوع نتاع سليم المحجبي الاثاره نتاعو موضوع واضح، قعد 13 مقابله ما غير ماخذ حتى انذار، وبالتالي حسب الارتيكل 13 واضح يتنحى له زوز انذارات نتاعهم. القراءة القانونية نتاعنا والروح نتاع القانون واضح بالنسبة لنا احنا، لكن كنا مدينا الرابطة بالفاكسوات اللي بعثناهم في الوقت. الدولي محمد سعيد الكردي تولى إدارة المباراة، والاتحاد المونستيري كان المبادر هجوميا عن طريق الثنائي نزار العساوي وأيمن بن عمر. محاولات القاط أمامها الحارس يوسف الطرابلسي، أيمن بن عمر على طير يسدد، حارس قناوي يحور الكرة للركنية. أول محاولة هجومية لمستقبل المرسى تأتي بعد تسديدة مؤطرة من علاء الدين عباس دور خطورة على مرمى بعبورة، ثم محاولة ثانية ومستقبل المرسى بواقعية كبيرة، توزيعة من مروان الخلفي وسفيان موسى يباغ الدفاع الاتحاد وحارس عبد الرحمن بعبورة، ويفتتح النتيجة بعد مرور نصف ساعة لعب. هجوم الاتحاد المونستيري حاول تعديل النتيجة، نزار العساوي حضر زياد مشموم يتقدم يسدد، ومرة أخرى الحارس الترابلسي يتصدى، والمدرب مراد العقبي يخسر خدمات مهاجم نزار العساوي بسبب الإصابة، وحمزة المسعدي هو البديل. دقائق أخيرة كانت خطيرة على زملاء يسري تويتي. الفرصة الأبرز تأتي بعد هجوم معاكس، أيمن بن عمر وجه لوجه مع يوسف الترابلسي، والكلمة في الأخير لحارس القناوية يتألق يخلي فريقه ينهي الشوط الأول متقدم بهدف لصفر. دقائق أولى في الشوط الثاني ونية الاتحاد واضحة، البحث على هدف التعادل. زياد مشموم سريع في وضعية وجه لوجه، ومرة أخرى الامتياز لحارس مستقبل المرسى يوسف الترابلس. 52 دقيقة لعب، الاتحاد المونستيري يضغط، يربك دفاع القناوية وأحمد الغربي يسدد يعادل النتيجة، يضع حد لاستماتة الحارس يوسف الترابلسي واللي في الحقيقة ما يتحملش مسؤولية في هدف الغرب. مباراة الإصابات والتغييرات الاضطرارية من الجانبين، واللقاء يصبح أكثر توازن، وكل فريق كان قادر على تغيير النتيجة. بلال بن مسعود ينفذ مخالفة، وبعبورة حاضر كيف ما يلزم يبعد الخطر على مناطق، ثم الشاب فراس بالعربي حاضر لعلاء الدين عباس يسدد فوق المرمى بقليل. الهجوم يتحول للاتحاد المونستيري، حمزة المسعد يوزع على مستوى القائم الأول، ورأسية نوفل اليوس في جانبية بقليل، لتنتهي المباراة وفي وقتها القانوني بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، وبالتالي المرور للحصص الإضافية. حصة إضافية أولى كانت فيها الأفضلية للاتحاد المونستيري، زياد المشموم يعمل الصعيب يروض يتجاوز عبد القادر ذو، وجه لوجه مع الحارس يوسف الترابلسي يسدد دون عنوان، والاتحاد المونستيري كان الأخطر هجوميا. حصة إضافية أولى لم تأتي بالجديد على مستوى النتيجة، ليتواصل التشويق في الحصة الإضافية الثانية واللي نزل فيها النسق بصفة كبيرة، وأصبح التفكير أكثر في ضربات الجزاء، ومراد العقبي اختار التغيير على مستوى حراسة المرمى.
الحارس بسام الصخيري ياخذ مكان الحارس عبد الرحمن بعبوره، و120 دقيقه كامله لم تحدد اسم الفريق المتاهل، ليتم بالتالي الاحتكام الى ضربات الجزاء واللي ابتسم فيها الحظ للاتحاد المنستيري 5-3، وبالتالي اقتلع ورقه العبور للدوره الثمن النهائي. فمبروك للاتحاد وحظ اوفر لمستقبل المرسى. ديما الانسحاب في الكاس قاسي، سورتو كي يجي بعد معناها عطاء كبير من عند الملاعبيه، بعد حصص استضافيه، ضربه ترجيح، ضربه حظ، وفق ربي للمسير ومعناها وكان الحظ لجانبهم. للاسف على مستوى الاداء كنا ممكن اقرب. ترشح يظهر لي صعيب اليوم. اليوم صعيب، ما كانت من الاستثناءات، خاطر جينيرالمون حسب بنسبه كبيره في مقابلات الكاس اللي يلعب خير الاكثريه في ضربه ترجيح ترجع الفريق المنافس. اليوم يظهر لي على مجمل اللقاء بقطع نظر على ضربات جزاء ضربات حظ كما كانوا نجموا يربحوا كما احنا ربحنا، على مجمل اللقاء سواء على مستوى امتلاك الكره ولا على حجم الفرص اللي جاتنا النومبر دوكازيون، يظهر لي كنا نفاوا المقابله في 90 وفي 120 دقيقه. عزاوي يظهر لي رينك خرج في اخر الميتو، لكن كنت حبيت تكمل، حبيت نكمل اليوم، حبيت نعاون اصحابي. يظهر لي شفت معنا حتى شامبيون ما مشيناش بالبيع من اول عام، مركزين على الكوب ان شاء الله، حبينا الاولاد الكل نمشيوا لبعيد في الكوب. لا غالب معنا ضربه صغيره ان شاء الله، ان شاء الله نعاونهم الاطراح الجايين. الاطراح الجايين ضامن البقاء مازال توا بالنسبه لك؟ والله نتصور 80% معنا نجيبوا طرحنا كونتر حمام لنف ان شاء الله الماتش الجاي. وفي بلادنا عندنا ماتشونا لهنا مع المرسى، نحاولوا ان شاء الله بقدره الله معنا بعاد على التيح، وكما حكيت لك ان شاء الله نمشيوا ماشيه باهي ونعملوا خطوه باهي في الكوب ان شاء الله. فرحة كبيرة للفريق الاتحاد المنستيري بعد الفوز على مستقبل المرسى، وربما نادر نقطة الالتقاء في الزوز مباريات هذوما، تقارب المستوى بين الزوز فرق في كل مباراة، سواء بالنسبة للجرجيسي مستقبل جابس ولا الاتحاد المنستيري مستقبل مرسى، زوز فرق من الرابطة الثانية وزوز فرق من تكون عندها نكهة أخرى أكيد، تعرف الفرق اللي كيما الاتحاد المنستيري ولا مستقبل مرسى ولا الفرق الأخرى سوا ديزون اللي بعد الفرق الكبرى على مستوى الإمكانيات ما عندهم شانس كبيره باش يتوجوا بطوله، دونك خاصه لما يكون الفريق يلعب في منطقه الامان وما عندوش بريسيون كبيره يكون من بين الاهداف الاولى والطموح الاولاني نتاعهم، انه بوركوا با لي جوسكو بو في مباريات الكاس. شفنا مستقبل المرسى فريق كاس ونعرفوه، الوضعيه نتاعو مريحه على مستوى الترتيب. الاتحاد المنستيري كيف كيف بعد الحصول على 3 نقاط في المباريات الاخيره حسب رايي بدا يقرب، بالرغم انه مازال كونسيرني بتفادي النزول، لكن بدا يقرب والامل البقاء بتاعه كبر. دونك هذاك علاش شفنا لي دوز ايكيب موتيفي، شفنا سيلبلي وعد بمنحه معناتها مميزه للفريق. دونك هذا يدل انه من الاهداف نتاعهم الفرق هذه انهم يمشيوا اقصى ما يمكن في الكاس. حسب الفيتير شفنا مباراه محترمه، مباراه مفتوحه من الجانبين، فرص من هنا ومن هنا. شفت حارس مستقبل المرسى حسب رايي فسخ عديد الاهداف، كيف كيف هجوم مستقبل المرسى وجع الاتحاد المنستيري، خاصه المهاجم هذا سفيان موسى، انا في اعتقادي من احسن المهاجمين الموجودين توا في تونس، كيف كيف العساوي. دونك غروسو مودو شفنا مباراة إيكيليبرية مع أكثر ممكن فرص لاتحاد المنستيري، وفي النهاية ضربات الجزاء هي ضربات حظ، ابتسم الحظ للاتحاد المنستيري، حظ أوفر لمستقبل المرسى، ومبروك للاتحاد المنستيري إن شاء الله. بالنسبة لمردود الزوز حكام في زوز مباريات هذوما معك سي هشام. والله باش نبداو بمباراة ترجي جرجيس ومستقبل جابس، المباراة هذه معناها فيها لقطة وحيدة شاهدناها، اللقطة هي في آخر المباراة تقريبا نشاهده هنا، معناها هجوم الترجي الرياضي الجرزيسي توغل من لاعب جاك يسقط، معناها هنا الحقيقه ما فماش التحام حتى مع حد، والحكم ياخذ قرار صحيح انيس بن حسن، كان مسيطر على العمليه معناها بكل بدون تردد يعلن عن مخالفه غير مباشره مع الانذار، وهذا هو القرار اللي شاهدناه حسب الصوره. لكن هنا الحقيقه المساعد يصر
على انه فما مخالفه ويعلن عليها. المخالفه هنا ما فماش، نشوفوا كيفاش يلقي بنفسه وحده. معناها المساعد هنا يصر على انه فما مخالفه ويعلن عن ضربه جزاء كان بعيد جدا، معناها على العملية زاوية الرؤية نتاعو ما كانتش مفتوحة، معناها زاوية الرؤية نتاع الحكم هنا. الحقيقة نلوم على أنيس بن حسن أنه يرجع في القرار نتاعو ويعلن عن ضربة جزاء، لأنه هنا يدخل في الدوت، يولي يدخل في معناها انه في الشك انه مع، ولكن هو اخذ القرار الصحيح من الاول. وتعرف اذا كان الحكم ياخذ القرار الصحيح، القرار نتاع المساعد ما ناخذوش به، هو قرار استشاري في الاخر، وكان معناها عليه معناها عدم الاخذ بقرار المساعد هنا في اللقطه هذه. مباراة اتحاد المنسيري، لا المباراة اتحاد الرياضي المنسيري ومستقبل مرسى، نشاهدوا هنا هجوم الاتحاد الرياضي المنسيري، كرة طويلة في اتجاه اللاعب اتحاد الرياضي المنسيري، معناها يوزع الكرة في اتجاه العيساوي، العيساوي كان متقدم على ثاني آخر مدافع. حسب الصورة نشاهده هنا في أول مباراة كان الحكم المساعد مركز في العملية هذه، نشاهدوه متقدم، وقرار الحكم المساعد كان قرار صحيح بالإعلان عن يظل سيشان فهم لاعب في أقصى صورة من اللوطة، كان رجعوا للتصوير من اللي خرجت الكرة شاهدناها، عاودناها شاهدتها الحقيقة وعاودناها أنه نشاهده كيفاش العيساوي كان متقدم على ثاني آخر مدافع، معناها فما معناها التقدم موجود. أيوة. وهنا الحكم المساعد معناها أصاب في القرار نتاعه بالإعلان عن تسلل. اللقطة الثانية ولقطة مهمة جدا الحقيقة، وحتى السادة الحكام والمساعدين شاهدوا هنا كيفاش العيساوي راجع من التسلل، لكن في الأثناء المدافع مستقبل المرسى يلعب الكرة بالرأس والعيساوي يصلح الموقع نتاعه. هنا شاهدوا كيفاش راجع من موقف تسلل، لكن هنا وقت اللاعب مستقبل المرسى يلعب الكرة العيساوي يصلح الموقع نتاعه. نشاهدوا هنا كيفاش المدافع يلعب كرة صلح الموقع نتاعه، ولا في موقف سليم، ولا فما مدافع وراه مع حارس المرمى، معناها زوز لاعبين خرف العيساوي. وهنا الحكم المساعد يقرا القراءة الخاطئة ويعلن عن تسلل غير موجود. نشاهدوا هنا كيفاش المدافع وقت يلعب الكرة بالراس يولي العيساوي في هذه تولي ان دوزيام فاز دو جو، معناها عملية ثانية. وهنا من وقتها نبداو نقراو في العملية هذه، والعيساوي هنا كان في موقف سليم ولكن المساعد يقرا العملية معناها قراءة خاطئة. اللقطة الثالثة اللي مشاهدوها هنا، ما احنا حبينا نشاهدوا كيفاش، تعرف انه اللاعبين المصابين احنا في المحاضرات نتاعنا ولا في الدروس اللي نعطيوها للحكام، انه اللاعب المصاب خاصة معناها إصابة عضلية كبيرة ولا فما نزيف ولا كسر، انه ان 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 ننبهوا على الحكام بعدم لمس اللاعبين، على خاطر استدعاء الطبيب او اطار شبه الطبي معناها مهم جدا في الاصابات معناها العضليه او النزيف كما قلت لك او الكسر. لكن هنا عمليه شد بسيطه، الحكم شاف من انه باش يقوم بحركه ممكن رياضيه، في ما نفس الوقت يقوم معناها انه يشوف اللاعب الشد هذايا باش يبعدوا عليه، ثم كذلك معناها يستدعي بالفيسع معناها طبيب الفريق. ونشاهدوا كيفاش معناها الاطار الطبي دخل، معناها عمليه محبذه لكن في الاصابات البسيطه اللي ما تاثرش على اللاعبين. اللقطه الرابعه تقريبا نفس اللقطه نشاهدوا هنا، شفنا البارح انه الطقس كان سخون برشا في كامل تراب الجمهوريه تقريبا، وتعرف انه اثناء التوقفات اللاعبين مسموح لهم باش ياخذوا السوائل، كذلك حكم المباراه مسموح ليه